السعودية تخرج معدنها السحري التيتانيوم أخيراً ضمن قائمة الاستغلال في المملكة، وصناعة الطائرات تأخذ منحاً ثورياً آخر. التيتانيوم عصب الصناعة النووية والأقمار الصناعية وبديل الروس لصناعة العظام البشرية، المعدن الذي رفعت السعودية الستار عن احتياطاته وشيدت شركتها لتكون الوحيدة في الشرق الأوسط المصنعة لمادة التيتانيوم الإسفنجي، وتضع اليد باليد مع بوينغ الأمريكية. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. التيتانيوم جوهرة المعادن. التيتانيوم هو معدن فلزي خفيف الوزن، يتميز بأنه قوي جداً وصلب وغير قابل للتآكل، وهو من أكثر المواد شيوعاً في قشرة الأرض. يتواجد التيتانيوم بصورة طبيعية في خامات مثل الألمنيت والروتايل، وتعتبر جنوب أفريقيا وأستراليا وكندا والصين والهند وأوكرانيا وروسيا والبرازيل من أهم الدول المنتجة لخام التيتانيوم. في الوطن العربي يتواجد التيتانيوم في عدة مناطق مثل مصر والسعودية والإمارات والمغرب، ويزداد الاهتمام باستغلاله بسبب تطور صناعة الطائرات والسيارات، حيث قدرت احتياطات مصر من خامات التيتانيوم بحوالي 2.5 مليون طن، بينما أظهرت دراسات استشفافية في السعودية وجود موارد هامة قرب مدينتي العلا ورابغ. من الاستخدامات المهمة للتيتانيوم في صناعة الطائرات هو استخدامه لتركيب المحركات والأجزاء الهيكلية، يعود ذلك إلى قوته وخفته، إذ يوفر 20-40% من وزن الأجزاء، كما يستخدم في تصنيع قطع غيار السيارات مثل الأذرع والمحاور بفضل مقاومته للتآكل، وفي القطاع الطبي لتصنيع الصمامات والجراحات العظمية. كذلك يدخل التيتانيوم في صناعة الأجهزة الطبية والساعات والأجهزة الكهربائية، كما تستخدم سبائكه الخاصة في صناعة حاويات الوقود النووي وأجزاء تصميمات المحطات النووية لمقاومتها للتآكل والإشعاعات. وفي الآونة الأخيرة ازدادت أهمية التيتانيوم في صناعة الأدوات الرياضية، حيث يستخدم لتصنيع معدات الغوص والتزلج على الجليد وأقفاص التنس وهياكل الدراجات وغيرها. ومع تزايد الطلب على التيتانيوم عالمياً بسبب استخداماته المتنوعة، من المتوقع أن تشهد صناعته نمواً مستمراً، مما سيحفز الدول العربية على تفعيل استثمار خاماتها والاستفادة من هذا المعدن الاستراتيجي في مشاريعها التنموية المستقبلية. اكتشف علماء روسيون خلطة من التيتانيوم تعد بديلاً مناسباً للعظام التالفة لدى البشر. خامات التيتانيوم بالدول العربية. بالإضافة إلى مصر والسعودية والإمارات العربية، هناك دول عربية أخرى تحتوي على احتياطات من خام التيتانيوم، منها دول المغرب العربي كالجزائر التي تحتوي على ودائع منه بالقرب من مدينة غرداية، كذلك في الحوض المنجمي بتونس. أما المغرب فنجده في جبال الأطلس ومنطقة تاونات. من جهة ثانية وجدت العراق خاماتها في كردستان، بينما لبنان عثرت عليه بجبال سماق. ومع تواجد هذه الاحتياطات بالدول العربية خاصة من مادة مهمة كالتيتانيوم التي تعد من مواد المستقبل لعالمنا، ألا يدعون ذلك للتساؤل على سبل استغلالها ومستقبل العرب خاصة؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية المواد التي تشكل وجه الصناعة المستقبلية وكذلك ملامح الطاقات من هنا فصاعدا تتواجد بكثرة وبكميات هائلة لدى العرب، ويرى الخبراء أنه مع تطور صناعة التعدين فإنه من المتوقع استغلال هذه الاحتياطات في المستقبل لرفع معدلات الإنتاج وتعزيز الاقتصادات الوطنية. وبالنسبة للتيتانيوم فإن السعودية أخذت المبادرة لاستغلال هذا المعدن. السعودية تضع يدها على صناعات التيتانيوم. تقدر احتياطات السعودية من خام التيتانيوم بحوالي 300 ألف طن،
تتمركز الودائع بشكل رئيسي في منطقتي الأعلى بإقليم تبوك ومدينة رابغ بإقليم عسير، كما توجد ودائع أصغر حجماً في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة. تقوم الشركة السعودية للتيتانيوم باستغلال الموارد وإنتاج سبائك التيتانيوم لتلبية الطلب المحلي، وتأمل السعودية في تطوير صناعة التيتانيوم محلياً وتصدير منتجاتها إقليمياً ودولياً. ويذكر أن السعودية أنجزت في السنوات الأخيرة خطوات مهمة لتأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم، ذلك أنها تسعى للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي. وفي خطوة تعلن السعودية باقتحام مجال وتفعيل إنتاج معدن التيتانيوم، بدأت في التخطيط العملي لاستغلال الكميات الموجودة على أراضيها في صناعة الطائرات مع شركة بوينغ الأمريكية. فقد وقعت السعودية اتفاقيات تعاون صناعي واستثماري واسعة النطاق مع بوينغ في مجال صناعة الطيران، وتأمل الرياض في إنشاء مصانع لتجميع وتركيب طائرات بوينغ المدنية والعسكرية على الأراضي السعودية، حيث يعد التيتانيوم من أهم مدخلات صناعة الطائرات لخفته ومقاومته للعوامل الجوية، كما أن ذلك سيخفض الاعتماد على الواردات ويحقق التكامل الصناعي بين القطاعين التعديني والطيراني. لذا يمكن القول أن استغلال الموارد المحلية من التيتانيوم سيضفي زخماً إضافياً للتعاون الصناعي بين السعودية وشركة بوينغ في السنوات المقبلة. ويجري حالياً تأسيس مصانع جديدة في مختلف القطاعات، إنه قطاع تصنيع الطائرات الذي يتضمن المشروع المشترك الأول الذي يهدف إلى بناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران. وتركز الاستراتيجية الصناعية لاستغلال التيتانيوم على استهداف 12 قطاعاً آخر، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيميائيات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية. وأعلنت شركة بوينغ العالمية عن التخطيط للانتفاع من حجم التيتانيوم الكبير الموجود في المملكة لخدمة الصناعات الوسيطة والتحويلية. والشركة السعودية تعتبر الوحيدة في الشرق الأوسط المصنعة لمادة التيتانيوم الإسفنجي الذي يدخل في صناعة الطائرات والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية، إذ توفر ما يزيد عن 15.5 ألف طن في السنة، أي قرابة 10% من الإنتاج عالمياً. وهذا المعدن الاستراتيجي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى المزيد من توطين التقنية للصناعات المتقدمة التي ترفع من الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي وضخ استثمارات متنوعة في التعدين. وقامت السعودية بتنفيذ مشاريع المنبع الخاصة بسلسلة القيمة للتيتانيوم، وكذلك بناء مصنع ضخم في مدينة ينبع الصناعية بالشراكة مع اليابان وبقدرة إنتاجية سنوية بنحو 15.5 ألف طن متري، إلى جانب بناء مصهر للتيتانيوم يعتبر الأكبر من نوعه في العالم ويتواجد بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وفي 2021 بدأ التشغيل التجريبي لمصنع معالجة مادة الألمنات وإنتاج الدفعة الأولى من التيتانيوم، مع مخططات لرفع طاقة الفرن إلى 30 ميجاوات ثم إلى نحو 45 ميجاوات، وهي درجة الطاقة المستهدفة لاختبار التشغيل المستدام. هذه كانت مخططات السعودية لاستعمال التيتانيوم، لكن من جهة ثانية لا ننسى استغلال الروس لهذا المعدن، ألا وهو تطويعه لصناعة عظام بشرية بديلة للطبيعة. التيتانيوم بديل للعظام البشرية. اكتشف علماء روسيون خلطة من معدن التيتانيوم تعد بديلا مناسبا للعظام التالفة لدى البشر، وكان العلماء في القرن العشرين قد أوضحوا أن العظام البشرية أهون بكثير مما نعتقده. وفي سياق الثورة التي شهدها طب العظام، فإنه ولأول مرة يتم إنماء نسيج عظمي مخبرياً، وذلك بعد أن اقترح العلماء خلطة من سبائك التيتانيوم ومعادن أخرى تشكل خلطة مقاومة للتآكل لصناعة العظام وزراعتها. وتعد صفة المرونة لهذا الخليط المعدني الجديد مهمة للغاية.
فهل تكون السعودية أحد المصدرين الأساسيين لروسيا لتوسيع هذا المجال القائم على التيتانيوم؟